في آخر التطورات في غزة والقصف الإسرائيلي على حي الشجاعية مع استمرار المجازر الإسرائيلية على المدنيين. ينضم إلينا الأستاذ راسم العبيدات من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي. أستاذ راسم مرحبا بك. هناك أحداث جارية في حي الشجاعية في غزة، الاعتداء وعمليات القتل ضد المدنيين متواصلة، عمليات التهجير متواصلة، قصف مكثف، يعني إلى ما تفسر هذه الأحداث مؤخرا؟ بما تفسر؟ هل هي في إطار الإبادة الجماعية؟ معنا سيدي بعد 9 شهور من هذه الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني، واضح أن العملية فقط هي تأتي في إطار ثاني وانتقامي بدون وجود أهداف سياسية واضحة ومحددة وبدون آفاق في هذا الاتجاه. والاحتلال يتحدث أنه حتى هذه اللحظة قادة الاحتلال أنفسهم يقولون أنه لم يتم تحقيق أي إنجاز عسكري أو ميداني أو نصر أو صورة نصر، وأنه من الصعب القضاء على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية. وبالتالي هذه التصريحات صدرت عن ساحة حنكبي المسؤول عن الأمن القومي الإسرائيلي في هذا الاتجاه، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وكذلك هي صدرت عن أبي دختر وزير الزراعة وهو مسؤول الشباك سابقا. وبالتالي الحديث من جانس ودختر وهنكبي وغيرهم بعدم القدرة على تحقيق إنجازات في هذا الاتجاه، نجد أن الإنجازات هي المزيد من عمليات القتل والإغاثة في الدم الفلسطيني، سواء فيما يتعلق بالأطفال والنساء والذين يموتون من الجوع وخاصة في المناطق الوسطى والشمالية، بالإضافة إلى استهداف كل ما له علاقة بالجانب المدني، ليس فقط فيما يتعلق بالمباني الحكومية الخاصة بسلطة حماس، بل كل ما يتعلق بالبنى التحتية. يعني ما هو تفسيرك لإعلان وزير دفاع الاحتلال قبول حكومته صفقة تبادل المحتجزين مع أن لم يتغير أي شيء على أرض الواقع؟ يا سيدي، نحن على نقول في هذا الاتجاه عندما يتحدث يؤاب جالنت بأنهم سيقبلون في صفقة تبادل الأسرى، وبالمقابل يتحدث نتنياهو ويقول أنه لا يريد تحقيق الاتفاق إلا بصفقة جزئية يستعيد فيه من خلال الأسرى، ومن ثم يضع خيار الحرب على الطاولة بمعنى استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. هو الذي يهم الآن هو وقف هذه المجازر بغض النظر عن تم تبادل الأسرى أو لم يتم. إلى الآن العالم يتفرج على هذه المجازر تحدث وكأن الأمر عادي. نعم، هذا العالم نجد أن هذا العالم لديه معايير مزدوجة وانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية. هذا العالم لا يحب فقط لنجد منهم من نفس طينتهم ومن نفس ما ينتمون إلى مخططاتهم ومشاريعهم. العالم هاب الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الاستعماري مباشرة إلى نجدة أوكرانيا والقول على حقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة والسيادة والديمقراطية والحرية وارتكاب المجازر، فمباشرة بعد 5 أيام من الحرب التي اندلعت في أوكرانيا بين روسيا والأوكران والتي هي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية. ولو كان الشعب الفلسطيني بشرته بيضاء وعيونه زرقاء وشعره أشقر، ربما لا قاموا بيهبوا لنجدة الشعب الفلسطيني أن يقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني ويصاب أكثر من 86 ألف بالإضافة إلى المفقودين. هذا لم يحرك لا مشاعر الرئيس الأمريكي بايدن ولا ماكرون ولا شوارتز ولا سوناك البريطاني ولا غيرهم من قادة الغرب الاستعماري، وكل هم أوروبا الغربية وبايدن هو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الموجودين ضد المقاومة الفلسطينية. ولكن وجود أكثر من 10,000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، هؤلاء مجرد أرقام، وهؤلاء ليس لهم لا عائلات ولا أسر ولا ليس لهم أسماء. ومن هذا المنطلق نحن نقول بأن هذه المعركة هي التي صاحبت فكرة هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي تقود الحرب عسكريا وأمنيا على شعبنا الفلسطيني، وهي التي تدعم بالمال والسلاح وتحمي
دولة الاحتلال قانونيا وسياسيا في المؤسسات الدولية، وتمنع اتخاذ أي قرارات أو عقوبات بحقه على خلفية ما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية. هل يمكن أن تغطي العمليات الانتقامية في التي تحدث في الضفة الغربية على الخلافات في معسكر حكومة نتنياهو؟ نعم، ما يحدث في الضفة الغربية أن الاحتلال يريد أن يعوض الفشل الذي مني به في قطاع غزة، وبالتالي نشهد عملية تصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية، سواء فيما يتعلق كل يوم نشهد عمليات اقتحامات وعمليات تدمير ممنهج للبنى التحتية وللمنازل وللطرقات، وعمليات اغتيالات وتصفيات واعتقالات بحق الشبان الفلسطينيين. هي عملية منظمة تشارك فيها حكومة الاحتلال بالإضافة إلى المستوطنين الذين يقودهم ثمار بن يفير ويقوم بتسليحهم ويشنون حرب ممنهجة على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، عمليات قتل وجرح بحق المواطنين وحرق ممتلكات وحرق بيوت، بالإضافة إلى قطع الطرقات وحرق المحاصيل وزرع المزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وهذا مخطط أيضا يقوده سميتريتش وزير مالية الاحتلال، الذي يعمل على عمليات الضم والتهويد للضفة الغربية وزيادة أعداد المستوطنين فيها لمنع إقامة دولة فلسطينية في المستقبل تكون الضفة الغربية. أن يكون هناك عودة لصفقة بايدن من قبل حكومة نتنياهو، يعني بناء على العمليات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية؟ المقاومة الفلسطينية يا سيدي حتى هذه اللحظة هي واضحة جدا أنها تسجل حالة صمود أسطوري غير مسبوق لا في التاريخ القديم ولا في الحديث، وكذلك الحاضنة الشعبية هي ما زالت ملتفة حول المقاومة الفلسطينية رغم كل المحاولات التي جرت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لإيجاد سلطة بديلة عن سلطة حماس في قطاع غزة من أجل أن تتولى مسؤولية الإشراف على توزيع المساعدات في قطاع غزة، وأن تكون هي السلطة البديلة إداريا أو سياسيا عن سلطة حماس. ولكن هذه كل المحاولات لجر المخاتير أو العائلات الكبيرة والعشائر إلى هذا المربع باءت بالفشل، وقد عبروا عن عملية رفض جماعي بأن يكون بديل إداري أو سياسي لسلطة حماس، وقالوا بصوت واحد نحن جزء من المجتمع الفلسطيني وجزء من هذا من المشروع الوطني الفلسطيني، ولن نقبل أن نكون بديل لا بديلا إداريا ولا سياسيا، ولن نتخلى عن شعبنا الفلسطيني. وبالتالي من وجهة نظرك، يعني لنقل لنعد أو ندخل إلى المشهد الداخلي الإسرائيلي وتجنيد الاحتياط أو الحريديم خلال أو ما يسمونه بالحريديم، هذا المصطلح، المحكمة العليا في الكيان الصهيوني قضت بتجنيد اليهود المتدينين. يا ترى يعني كيف تنظر إلى هذا القرار؟ نعم، المحكمة العليا بإجماع 9 من قضاتها قررت أنه يجب العمل على تجنيد اليهود الحريديم من حركتي الشاس ويهودية التوراة. واليهود الحريديم في المجتمع الإسرائيلي 13% من مجموع السكان، ولديهم في الكنيسة الإسرائيلي عندما نتحدث عن 11 عضو لحركة شاس و7 أعضاء 18 عضو كنيسة. وبالتالي اليهود الحريديم عندما تأمر محكمة ما يسمى بالعدل العليا الإسرائيلية بضرورة تجنيدهم لوجود نقص في جنود الاحتلال وتحت ذريعة وحجة توزيع الأعباء والمساواة في تحمل المسؤولية، وبالتالي هذا القرار سيشكل مخاطر جدية على حكومة نتنياهو، لأن قبل في شهر أيار الماضي كان هناك قرار في الكنيست بأغلبية 63 صوتا بتأجيل أو رفض عملية تجنيد اليهود الحريديم، وهذا القرار الذي اتخذ في الكنيست والذي جرى المصادق عليه بالقراءة الأولى كان يفترض أن يستمر للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ولكن واضح أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية وجهت صفعة قاسية لنتنياهو ولتحالف نتنياهو، وبالتالي نتنياهو لديه أزمات عميقة في هذا الاتجاه، لأنه أصلا فشل سابقا في تمرير قانون تعيين الحاخامات، وتعيين الحاخامات هو مقدم من حركة شاس بنقل عملية تعيين الحاخامات من السلطات
المحلية إلى وزارة الأديان التي يرأسها وزير من حركة شاس لكي يستفيدوا من الأموال لمدارسهم ومعاهدهم الدينية، بالإضافة التي تعين أنصار إيجاد وظائف لأنصارهم. ومن ثم عندما يكون قرار هذه المحكمة بالعمل على تجنيد اليهود الحريديم للنقص الحاد في عدد الجنود الإسرائيليين، وحسب هارتس هناك نقص أكثر من 8000 جندي في هذا الاتجاه، ويحتاجون إلى تجنيد أكثر من 15 كتيبة لكي يتمكنوا من أن يتم نقل القوات الإسرائيلية بشكل كافي إلى الجبهة الشمالية، استعدادا حسب ما يقولون بأنهم سيشنون عملية عسكرية على حزب الله اللبناني، رغم قناعتي بأن كل هذا التهويش والبروباغندا والتهديدات ليس لها على أساس على أرض الواقع. أخيرا، هناك تظاهرات في الداخل الإسرائيلي يعني من أجل وقف الحرب، من أجل إعادة المحتجزين، لا تزال موجودة هذه التظاهرات. إلى أي مدى تمثل هذه التظاهرات ربما ورقة ضغط على حكومة نتنياهو لإيقاف الحرب وإيقاف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين؟ تسد هذه المظاهرات كل يوم تزداد وتتسع، وباتت المطالب ليس فقط استعادة أبنائهم من الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، بمعنى لم تعد مطالب لا هي مطالب عائلية ولا أسرية، بل أصبحت هي المطالب السياسية بإسقاط حكومة نتنياهو، والتي تتحمل المسؤولية عن بقاء هؤلاء الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هم يريدون إجراء انتخابات تبكيرية سادسة. ومع خروج غانس وأزنيكوت من مجلس الحرب وتشكيل تحالف ثلاثي بين ليبرمان وغدعون ساغر بالإضافة إلى لبيد، هذا يوسع من دائرة المعارضة السياسية والجماهيرية لنتنياهو. أعتقد أن حكومة نتنياهو فقدت الشعب الحاضنة السياسية والجماهيرية، بمعنى جماهيريا وسياسيا هي خسرت، ولم يتبقى له سوى الجانب الحكومي التمتع بوجود أغلبية في الكنيست ب 64 صوتا، وبالتالي واضح أن ازدياد هذه التظاهرات والخسارة التي تحدث على الجانب السياسي وعلى الجانب المجتمعي في من حكومة نتنياهو، هي ستضع نتنياهو أمام مأزق كبير جدا في هذا الاتجاه، ومأزق نتنياهو يتعمق في ظل ما يحصل من خلافات ما بين المستوى السياسي والمؤسسة العسكرية والأمنية، وخاصة الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات، نشكرك شكرا جزيلا.